هذا البرنامج برعاية راتيل، الساعة السويسرية الأكثر انتشاراً في العالم، والتي تجدونها في كل محلات راتيل الموجودة في كامل دول الجمهورية. صبر في رمضان، صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان، صبر في رمضان، انا صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان، صبر في رمضان، صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان، صبر في رمضان، والله صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان. صبرنا من الصبر ملينا، صبر ودمعة في عينينا، دعوة لمي ما تزهيناش، بيعة عمرنا لك لينا. اصبر والصبر مكتوب، غدوة تزهلك ليام، غدوة العالي ربي نوب، والماضي يقعد كلام. رمضان يحن القلوب، وانا صابر في رمضان، صابر ما فماش هروب، هذا كحال الانسان. ما نقولنا صبري طال، صبر في رمضان وغيره، زعمة تتبدل الأحوال، تطلع زعمة فوق الزيرو، كل يخدم كل بطال، والخدام ربي عينه، صابر في رمضان على الحال، ماكلها بعرق جبينه. صبر في رمضان، صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان، صبر في رمضان، انا صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان، صبر في رمضان، صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان، صبر في رمضان، والله صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان. الصف بدا يتوالى مع الوقت، الناس الكل تستنى في رحلة بحرية، وانا صابر في رمضان نستنى في رحلة جديدة. الثلاثة متاع العشية بدا البطاح يعبي، انطلقت الرحلة. بطاح ماشي وبطاح جاي، تقريبا كل ربع ساعة بطاح. بين الجربة، هذا بطاح جربة، وأنا هاني صابر في رمضان. مرحبا بكم في جزيرة الأحلام جربة، بلاد الخير وناس الخير والقلب الكبير. هذا موعد نزول الناس من البطاح، ركب ينزلوا، لكن فما ركاب يعودوا يطلعوا في نفس الوقت. هذا الملقى في الجربة، سفن راسية تستنى في خروجها زادة. الطقس تياب ودرجة الحرارة عالية شوية. مرحبا بكم في الجربة، أول ما يعرض النزل من البطاح والداخل الجربة قال لا تحياتي يا سيدي. خير ومات يا خويا، شنو هي حوالك؟ يبارك فيك. لاباس؟ يبارك لك. قلالة امورها شنو هي وجربة؟ هايلة هايلة هايلة. اليوم ظهر لي خرجت بكري هكا ما شاء الله. لا لا وقت لي عدل. والله والله لا خاطر هكا اونفورم، مرة حاسك سخون شوي. اي لا سير لينيرجي سا اون لابيل سا. واه فهمت يرحم بوك. شنو الاذاعه هذه؟ تلفزه تي في، برنامج صبر في رمضان.
يا عايش باش تصير تبعنا راه اي كل يوم 6 نتاع العشية. ايوا اي سيدي خرج تقضي هكا خرج تقضي. نعم اي نعم. تبعتك الموتور هذا؟ لا يا خاتين. اه والله والله ماشي في بالي تبعتك. لا 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 شاهية طيبة وانت جدة يا عايش. وانت جدة وانت جدة انا استبعدكم يا عايش. ربي يعاونك. صباح شنو الامور؟ اش تعمل في السوق؟ حوس. عندك في السوق مصدوق؟ لا صايم. صايم؟ هي زيني بلا لغة صايم. والله صدقني صايم من العشرة نتاع الصباح. هاي خرج تقضي؟ لا نحوس. نحوس تسكن لهنا في قلال؟ لا. شمس عليك هي طيبة صديقي. مازال السوق محفلش كالعادة، الدنيا مازالت سخونة. الحمد لله. ولد شكون؟ انا ولد شكون؟ انا ولد الميساوي. ميساوي؟ اي عندكم ميساوي في جربه. عندنا 70 ميساوي. 70 ميساوي ديما دار الميساوي في جربه. صابر في رمضان ولا ماكش صابر؟ صابر الحمد لله. بطقني في السوق. قبل شقان الفطر هكا اللي شويه مشماش وشويه كفته وشويه. والله ايوا باهي لاباس. وكسكسي. كسكسي تقديم السوق. خضار عاد هذاك. هاي صحة. السلام عليكم. هاهم ولاد الحومة جاونا يرحبوا بينا خويا. نشطح في رمضان. نشطح في رمضان؟ نصغر الصباح هذاك اللي يجي تنقل. في قلال. لاباس عليكم انت؟ الحمد لله شاهي طيب. هذه القعدة العربي في العشية. يا حويرك يا سيدي. يا عايش تاكل كوفر تبارك الله تعبى. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. فيه الخيرات السبعة كيفاش باش يتسكر هذا تو؟ لا قريب هل. جاب ربي. هاي شنو حويرك يا سيدي؟ احنا قناة تلفزة تي في برنامج صبر في رمضان. هاي يا سيدي قضيت شوية وتروح. اخذت شوية وروح. ديما سخونة هكا قليلة. باهية ديما ديما باهية تقصد. الحمد لله. طيب حرق. الحمد لله. هاي. بس ولا غطسة فما غطسة ولا ما فماش؟ لا تو حرق لا لا الدنيا باردة. مازالت باردة. حتى للصيف شرخ. باهية. باهية برشا يا سيدي شاهية طيبة. بارك الله فيك. بارك الله هاي محلاها جربة هكا منورة. يعيشك يا سيدي. شنو الأحوال؟ لاباس صحة بخير. شنو أحوال قلالة؟ بس الحمد لله. ظهر لي هكا قاعده بعد ما تقضي شويه وتقصر بها شويه الوقت وتدخل الدار. هاي هذه السوق بتاع قلاله ولا سوق قلاله؟ كل يوم في رمضان. كل يوم. ما فماش هكا تريح ديمين وتريح خرب تريح كيما الناس الكل قبل رمضان بالله بعد الفطر. بعد الفطر يا سيدي. شاهي طيبه ليك. صابر في رمضان والله صابر. شنو حويل جزيرة الأحلام؟ والله جزيرة الأحلام احنا تجار تاع الدر. انا جو من المهدية. تبارك الله الدر هنا باهي برشا. الجو شنو هيك شوف الدنيا لاباس. لاباس الحمد لله. ديما لاباس 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 والزوالي لاباس وهي ماشية كو والحمد لله. شنو حويل الجو؟ الحمد لله والله الحمد لله. ايوا نطيش لهنا لا نجي مثلا نقعد نهارين هنا عند بلاصه خير هنا نهارين ثلاثه من بعد نروح نمشي نجيب الكر ونرجع هذيك الكبه. فهمت كفرت هكا مرشي بعيد. رحنا بيه يا سيدي شاهي طيبه. عايشك يا سيدي رحمه ودي عايشك. هاي برا برا خطاطك برا الحمد لله. سكرنا الكيس. لا كو بتحكي كو يحكي معاك ترمي عليه. الحمد لله ان شاء الله يدوم علينا. الحمد لله في قلاله شويه غلاوه هذا. كيفاش قلب هنايا هي على قلاله؟ نفتح الزبدات في قلاله. نفتح الزبدات في قلاله بالقوه. لا لا خلي غني. هاي شنو هي الحويل في قلاله؟ لا لا شيخين الحمد لله. الحمد لله غله موجوده خير موجود. تقصر سخون شويه اليوم هو مسك يا عزوز يا باهي. والله لا لا كو على جايتكم ان شاء الله. هاي اي تعشوا بحذانا مرحبا. يا عايش يا سيدي انا مازلنا نعملوا في دوره ان شاء الله. عايش 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 اقعد بحذانا. يا عايش ولا بالعكس والله شيء طيب. قرب رجلك ربي يعينك ربي. قلالة مدينة جميلة وهادية ومحلاها وعلى أطراف كياسها متحف التراث. الوقت مؤخر والمتحف لقيناه مسكر. الأربعة متاع العشية
هذا مدخل حومة السوق. شوارع المدينة حفلة، اللي يقضي واللي يجري واللي قضى على بكري واللي صابر في رمضان. الحمد لله. احنا وين خويا انت وما قلت الناس؟ هو في جربة حمد السوق في قهوه حاجي. هاي خويا باهي برشا القعده هكا مع الاولاد ديما العشويه. في العشويه كان نخرج ونعملوا كان نمشي شويه نضحك وقت شويه كونيكسيون هذه. لا لا انا قاعد شويه ريت شويه عندنا غدوه بكن فون عندنا غدوه ان شاء الله تعدي بكن فون. انتم مزود؟ لا هو صح. فهمتك. هاي هو دار دار فيك اللي ننجزها الباك. لا مازال هو صار العام الجاي. العام الجاي ان شاء الله يا اخوي. هاي كل عشويه القعده لهنا بالليل وين نقعدوا؟ هي ديما هكا في السوق البلايص هذوما مشبعات كمارينا كورنيش قهوه. باهي برشا باهي برشا يا سيدي. خليك تريبس هكا ما نزيدوش نشخشبو اكثر من التشخشيبه نتاع الباك. لا لا سافا شويه شويه عادي لاباس ان شاء الله. ربي معاكم الناس الكل اللي تعديو في الباك في تونس كامله وحتى في العالم العربي الكل. ان شاء الله ان شاء بكالوريوس ان شاء الله ان شاء الله. اي خويا الصحه يعيش خويا. شنو يا خويا؟ لاباس الحمد لله. برشا هكا شمس ديما سخونه شويه جربه ولا لا؟ لا ثم ديما اقل من جهات اخرى. الحمد لله شويه قاعد تسرق في الصنعه العام الجاي هكا. لا لا بالعكس هو نحضر له فوق. فهمتك. اي انت تحضر له يعطيك الصحه. انت سيكسيون هو يقرا تكنيك. علاش فهمتك. اي تعلم فيه شويه خويا. يا خويا خير على الاقل خير في القهوه خير من الدار الريفيزيون بطبيعه. كيفاش معناها حتى الناس اللي تفرج فينا وتحب تريبس اعطيهم الاستويس لازم تكون قهوه هكا كالمه. كالمه ما حاجه تو زيد تو سيد رمضان معنا الواحد شفاه فارغه معنا مش برشا مو مش برشا مو. وربي معاكم يا خويا ربي معاكم. صديقكم ظهر لي هو هكا الشميتي عرفته عرفتك اللي يتشمت في الناس الكل في الريفيزيون ولا تريبس. لا ما نبيش فيه مراني فيه مهم على الاخر. هاي خويا شيف كوجين. هاي خويا تخدم شيف كوجينيه. هاي جاوك بيه معناها لا ريفيزيون ولا حتى شيء حكايه اخرى. هذه في رمضان وانتد هذه عرفتوا تجي تفرج وتركش بحذا وانتد انت في رمضان خاصه كوجينه وجو. هاي هك ماكش في ديل ولا في كوجينه تخدم على روحك؟ مازال خدمه مش خدمه. فهمتك يا خويا. بيه في رمضان وين السهريه في الليل كيف كيف الكورنيش هكا والاجواء هاي خويا سينو الجو ديما حاف الحمد لله. الحمد لله جو احلى جو خويا. يلا شيء طيبه وربي يفضلك يعيشك يا خويا. ربي ينجحهم. تحياتي يا سيدي. وبيك شنو هي الامور؟ مرحبا بك. لاباس صحة بخير يا رب. الحمد لله. هاي القاعدة لهنا قبل شق الفطر بالطبيعة على الأقل يضيع الوقت. على الأقل يضيع الوقت باش نتصور باش ما ترمضنش هكا شوية. لا أنا من رمضان صح. كيفاش؟ ما فما واحد ما يربنش. لا لا الحكاية فارغة. لا يا سيدي من اللي بدا رمضان تو أكثر حاجة طلعت لك مرة العصب شنو؟ الغلال معيش. خلال معيش. خلال معيش. احكي لي حكايه صارت لك من اللي بدا رمضان تو عندنا فيه تقريبا اكثر من 20 يوم تبارك الله. لا ما صارت لي حتى حكايه. رجلو تعديت الامور. مريقل الحمد لله. صابر في رمضان وجاوك نعمه نعمه ما عند ربي. اما اللي طلعت لي الدم هي الغلال معيش. مانا كل يوم هذا طالع. كل يوم ديما طالع الدم. ديما لاباس لاباس. الحمد لله. يا سيدي من بعد شنو بروجرامك بعد شق الفطر؟ بعد الفطور نمشي للقهوة. أيوه. ومن بعد نروح للدار. غدوة الربيلا. غدوة الخدمة. كالعادة نفس الريتم. ما تحاولش تكسر الريتم هكا شوية تخرج العائلة ولا تخرج حتى وحدك؟ لا العائلة بالطبيعة ماهيش هنا جملة وحدك. بالليل؟ والله. فهمتك وحدك معناها. معايا رب. معاك ربي. معاك ربي يا سيدي. يعيش ملا وشيء طيب. يعيش كنت عايش ربي بعدك. يعيش يا سيدي. الوقت بدا يزرو وتوا وقيت مروح. هاي
سيدي شنو حوالك؟ والله لاباس الامور ونظمه والله ان شاء الله يقولوا زعما كي ندوروا هكا دور ايش يصير؟ يصير الامور رمضان نسكروا ولا نسكروا؟ شنو الاحوال في رمضان؟ الجو لا رمضان شنو احنا جو مال مين تعب؟ تعب بخر ما تسكر غير بس زي كوديك والله كوديك دي كوديك دي كوديك دي هذه زمنيه هذه كلمه زمنيه واحد كوديك دي كوديك دي بلع بلع سيء الشهر طيب والله العظيم هاي هكا مروح توا مروح توا نصور قدرة الله ما يقيد هو لما قيد اوكي يحرر في الوقيت ترى هكا هاو صح عليك يا سيدي عايشك هاي ولا رفيقك في الله يبارك زين خويا انا عروسي في قهوة حاجة نخدم من الصباح لليل من عام 98 نتاع الصباح حتى 6 نتاع العشاء من عام 90 من عام 90 تبارك الله معناه من عام 90 يوميا في نفس القهوة وفي الخدمة الحمد لله ملك ليون تعرفه من اللي من مشي تعرف قهوة قهوة نحبها كي صغاري ومرتي تبارك الله هذا كاوش حب يا سيدي وربي ان شاء الله يعطينا صحة البيان ان شاء الله تموت فيها سيرتو القهوة الحاج هذيك قلت الربط يا سيدي صح نهاركم زين خويا ربي يعينكم ديمارو ديمارو يا راجل ديماري لك انا نهاركم زين يا سيدي نعرفوا أيوة. سايب عليك سايب عليك ولا vie d'or, montres et accessoires, argent platiné, or blanc, rosé et doré, 925. Il platiné. هو اللي بروتيج الفضة اللي تخلي لا كولور تقعد كما هي وما تكحالش شوارع حومة السوق بعد شقان الفطر بدأت تتحرك وصغار وكبار ومن كل الأعمار بدأوا يخرجوا للشارع صحة شري بخر جربة أرض السلام والنسامة وستبقى للأجيال القادمة وإحنا هنا في حومة السوق برشا جو على الكيف وعندي كادوك العادة I'm gonna
خليته بالوجه يشطح وحده في الثلج مسكين. هو اللي جابنا والله هو اللي جابنا لا لا. هاي خويا هو اللي جاب. وين ماشيين؟ والله يا عماد انا دخلت لباك نعمل قهوه. هاي ظهر لي كنتروهم في القهوه نتاع الموسيقى قول له. كنتروكم. كان كنتروكم صابر في رمضان يدخلكم. هاي ادخلوا معايا. ادخلوا معاك. هاي خويا تو نوصيه هنا هاي. باي باي انا داخلين احنا الجو هذا يا عالم. باي يا الاولاد. الاولاد السلام عليكم. يعطيك الصحه. حياتي يا اخوي. عايش السلام عليكم. والله الحمد لله. دابا حب السوق شنو هي اجواءها في رمضان؟ والله حافله كل عاده. حافله ديما حافله الحركه هكا. الوقت ايش للصباح زعما ولا للسحور. حد السحور. مثل العادية. والله حفلة رمضان مليح بصراحة. هاي خويا هاي أنا جينا نشوفوا في جو هذا. باش نتصلوا ونكونتوا. قلنا والله مشيت مع صاحبي مشينا نفوتوا مصاريف. هذا صاحبي كنت يشقي فترك بحذاك. مرحبا بك ولا؟ مرحبا بيا بصراحة. يبالك قدام الكاميرا غير لا بارك. والله لا 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 مش قدام الكاميرا. هاي. فرحت بيها. هاي يعطيكم الصحة. مالها هو مولا طلع قال لك هاي نخرجوا. شم مازال حشيم وجهه مازال أحمر. ها؟ حاشم في الدار. لا لا صبا. بالله. صبا. لك الماء يحشمش. ما يحيش. لا لا. فلكوا عليك. لا لا. احنا عندنا شنشينة. أيه. زمنية راي شوية. لا. إن شاء الله نكونوا في المستوى. أي خويا. به. فيها كدو من هذي إرتيل من قيل. منقل هكا انتم ديجا بلاش منقل باهي يا خويا. قال لك على فارس جالس يحكم بين الناس وعمره ما تخلى مجالس. ما عندكش فكره. ما عندك حتى فكره. جمله يا خويا ملا لا ربي شكون لا 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 مش سلطان. لا لا مش سلطان. هذه حاجه صنيعه كما نقولوا احنا. جاوبونا عليها زعما معليش. ها ونجيكم ونسالكم. اوكي يلا. اي يا خويا صعيبه. كاسحه شويه. كاسحه شويه خويا. يلا خويا شيء قلت شيء طيب. للقهوة أخوي للقهوة. عايش كيف عايش كيف. السلام عليكم. شنو حوالي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. صحة شريفك. شنو حوالي؟ لاباس الحمد لله. شنو هي أجواءك في رمضان؟ كيف البارح فاز التلفزة ولي ما نايم. تزوج يا كهوي يا سيدي. ما نجيبش تحركوا بعضنا ولا واش؟ والله العظيم. أمورك باهية ملا؟ الحمد لله. الحمد لله. لهنا أنت الجيران ولا جاي تشري؟ لا رومبلاسون. رومبلاسون. إيه. سيدي كلمة. شد بلاصتي خذ روعة. والله أنا ما نعرفش عاد أنا. أنا ما نعرفش شكل. ما نعرفش نبيع ونشري. نعرفش. تعرفش. تعرف تتكلم. لا إي صار هي اللي بيع ويشري لازم يعرف يتكلم. اللي يخدم في الحوت عليه. لازم لازم يريح. هاي خويا ملا شنو؟ سمعت سمعت. بارك الله عليكم يا عيني يا عيني. وبسك انت تخدم في التجاره كذا صار عليك ولا التشنشينه اللي اليوم شنو من اهداء رتيل عندنا من قال وعطينا عليها التشنشينه. التشنشينه قال لك على فارس جالس يحكم بين الناس وعمره ما تخلى مدارس. زعما شنو؟ الله اعلم. مربوط بالتجاره هو. ايوه صار. ايه قول له مالاش نود خويا. يجيني يجيني شيء 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 هيك برا معك. هاي خويا شنو حوالك؟ لاباس الحمد لله. لاباس. قال لك على فارس جالس يحكم بين الناس وعمره ما تخلى مدارس. فارس جالس. هاي الميزان. الميزان الحوت عليك خويا. يا معلمين تعرفهم تطلع كل شيء. هاي خويا بالله كيفاش عرفت تعرفها من قبل ولا هكا؟ لا لا ولا لا كان بستلها شوي. هو قاعد وجالس معنا. اكيد جدا مش نعطيه المنقاله مالا وينك. هاي يا سيدي انت ربحت معنا منقاله من اهدايا رتيل ان شاء الله تعجبك. نحى علينا المنقال هذيك. هو اللي بنحوها. نحى علينا. فك علينا رتيل خير برجولين. هو جديد. بالله يا اخوي شوف. اللهم صل على النبي. منقال رتيل. فهمتني؟ شفت هكا هذه المخده هذه للقيلوله.
وهذه كارت دو غارانتي، وهذه الباكو، هذا الباكي الكبير. نعم عليك خويا، يعيشك. مازلت تخدم انت لهنا؟ نخدم هنا ان شاء الله يا خويا. بالله ولاد حومه السوق الكل يجاو خدموا عنده، راهو معلم. ايجا حطوا لكم مراه، نعمل لكم قضية العيد ان شاء الله. نعطيكم قضية العيد. اي خويا شفما شفما قضية العيد. ايجا ادخل داخل. ايجا شوف زرعي خويا باش ندخل انا. نحن نتلاقاو من بعد، انا خلينا ندخل نقضي على روحي. خليونا نجربها صافي. زفنا جاي للعيد باش نعطوا له زفنا. شي من صحتك انت. عنده حق المواطن، حتى الاسعار غاليه. هذا واحد من المنتزهات في حومة السوق، تفرهيدة للكبار والصغار وخاصة للصغيرات بعد فترة امتحانات مرهقة شوي. عامل مجاوزة على اليمين تبلك يعقب عليه القانون. يا خويا خرجت أسهر شوية هكا. نبدل في الجو. بدل في الجو. صابر في رمضان. الحمد لله. الحمد لله. جربة أكيد في الليل تولي حاجة أخرى. جربة باي نايت. في رمضان تولي يا. مزيان. وين ماشي هكا؟ والله نعمل في دورة. دورة هاي نعمله دورة ومثلث هاي. يا سيدي حاجه خلينا نحكي. ما حبش تتكلم راي. هاي كلم معاك. شنو يحوالك؟ لاباس. شنو هي الامور؟ هاي يا سيدي احكي معاك. اقعد اقعد ايش يقرب لي. شنو يحوالك انت؟ اقعد واقف وين قاعد باش نجي قد قد. صافا الامور؟ جيت تفرد في الـ في, الـ في العائله نتاعك؟ صغيراتك وينها؟ في الدار. خليتهم وجيت. شو اسمه الدبدوب؟ شو اسمه الدبدوب؟ دودو. دودو. تحياتنا لدودو. آدم. دبدوب اسمه آدم ولا أخوك الصغرون؟ ما عنديش خوف ده. ما دبدوبك اسمه آدم. هاي ملا يلا باي باي. دق عليها. وابا قل لهم باي باي. من حومة السوق حبيت نعمل طلع على حارة اليهود. حب الطلاع زعمة كيفاش يتعدى رمضان غادي على اليهود وعلى المسلمين. الحارة فارغة لحداش ونص متاع الليل تقريبا. شفاهمة تكنولوجيا وفازات هكا وتكونكتي كيف هذا ديما نكون فيه؟ هاي ما تفكرناش الكياس، شنو هو جو الحارة في رمضان؟ حق رمضان ديما نقص شوية ديما نخدمها، ما بعد رمضان نجيو تونس ونجيو فرنسا البولة وديما تودي بعض البلاد تقول لك ديما حركة وديما حتى نصير ما الساعة. فهمتك أي، والعلاقة بين اليهود والمسلمين في رمضان في الحارة جوها على العالم. ما نسربوش ما ناكلوش خدام وناكلوش في الدار. فهمتك أي. فهمتك. الحارة ما زالت ما حدثتش. اعطيني وقتاش تحفل بعد العيد معناها؟ بعد العيد الجمعة جمعتيني كيف تخوجوها وقتها تلت العطلة وبعد فهمتك اي ستر الجمعة تبدأ تحفل بشوية بشوية حتى الخروج. اه يا اخوي خليك ارجع كونكتي اخوي. اخوي تحياتي. انت مريقل. انا مش مريقل وانت مش مريقل. لا مريقلين زوج. عايشك اخوي. انا اقوى واحد. انا اقوى طباخ يا اخوي. صفا لاباس. انت حمدي؟ انا حمدي. اي انت مسلم ولا يهودي؟ لا مسلم. انت مسلم وتخدم نحن في رستوران كاشير هنا. اي فوالا اخوي صفا الجو؟ ولا الحمد لله امورك باهيه؟ لاباس 100 100. جوك باهيه؟ الحمد لله. صابر في رمضان صابر الحمد لله. صايمين خويا ونخدموا وربيعنا وكو. هاي فاطر وحديك بيان سير يهودي فاطر. فاطر كوي خويا شي حويل. لاباس الامور باهيه؟ الحمد لله. شو عامل معك؟ قول لا امريكا. وقتاش تحل وقتاش تسكروا؟ تحلوا مع الاربعه 3 الساعه
ساعتين ثلاثة نبداو نحضروا الأربعة الأربعة ونص يحضر في كاسية يحضر تحضر السلعة كل نخرجوا الدنيا ونخدموا فهمت حتى ال 11 ونص مسلين في الصيف في الصيف أكثر تحت الصيف تقريبا مدي ساعة كذا فهمتك فهمتك يا أخوي حمدي أجواءك طيبة الحمد لله الحمد لله أنا صيت وقريب بسكر مع صيت وقيت تسكير مستعد تسكير هاي اي هو لما حالة توا نص الليل غير ربعه وقيت تسكير حتى الحاله جينا مؤخرا هذاك علاش ممكن ماهيش حابله لا لا سيد اوكي يا سيدي تحفل العشيه تحفل شويه العباد اللي عندها سلعه تحفل لهنا تنصب وكذا هذا وسط الحاره سوق هنا يتسمى فهمت شنو اسمه هذه الحاره هذا هو سوق الحاره قلب الحاره هذا الصوت بتاع الحاره اوكي وتدخل شويه انا ثم زنق وكذا اوكي خويا احنا من قلب الحاره ما زلنا نحوسوا في جربه باي باي تلفزة بوتيك تجيب لك احسن المواد بارخص الاسعار وتوصل هيلك اللي بدك نصف الليل هذه جربة ميدون ما زالت حافلة هذه صديقتي ياسمين نلقاها تعمل في دورها هكا صباح لاباس الحمد لله يا حويلي لاباس وين ماشي هكا في الليل والله ندور اجواء ميدون في رمضان ندور في الليل ديما نحن بعد شغل فتره نعطوا الميدون ونعملوا دور ميدون تحفل في الليل تحفل في الليل جربه باهيه برشا برشا جربه باهيه برافو باهيه باهيه نحب جربه جربه باهيه نحب جربه باهيه جربه مالها مش باهيه وين ماشي هكا دور نهبط كارفور علاش هكا الببليسيتيات علاش؟ باهي تمشي هكا تعمل دورة و اي نعمل دورة شفيها ميدون بالضبط بالنسبة لي انا بس نحب نبدل في الجو وحبيت نشوف حوايج العيد ولا يهمك برا نعمل دورة بعد جولة مع ياسمين الشوارع بدأت تقل فيها الحركة تقريبا مضي ساعة متاع الليل وأنا ومنصف قلنا نعملوا آخر قهوة في جربة سيد قررت وجهتنا القادمة أنا ومنصف عملنا استشارة قانونية شوية أما زعما وين التطاوين استناونا مالا في تطاوين بلاد الخير والقلب الكبير صبر في رمضان صبر في رمضان علاش ما تكونش كيفي خويا صبر في رمضان صبر في رمضان انا صبر في رمضان علاش ما تكونش كيفي خويا صبر في رمضان صبر في رمضان صبر في رمضان وعلاش ما تكونش كيفي خويا صبر في رمضان صبر في رمضان والله صبر في رمضان وعلاش ما تكونش كيفي خويا صبر في رمضان صبرنا مش صبر ملينا صبر ودمعة في عينينا دعوة لمي ما تزهيناش بيعة وبعمرنا لك لينا اصبر والصبر مكتوب غدوة تزهل كليم غدوة العالي ربي نوب والماضي وقعد كليم رمضان يحن القلوب وانا صابر في رمضان صابر ما فماش هروب هذا كحل الانسان ما نقولنا صبري طال صابر في رمضان وغيره زعمة تتبدل الاحوال تطلع زعمة فوق الزيرو كلي يخدم كل بطال والخدام ربي عينه صابر في رمضان عالحال ما كلها بعرق شبينه صبر في رمضان صبر في رمضان علاش ما تكونش كيفي خويا صبر في رمضان صبر في رمضان انا صبر في رمضان علاش ما تكونش كيفي خويا صبر في رمضان صبر في رمضان صبر في رمضان وعلاش ما تكونش كيفي خويا صبر في رمضان صبر في رمضان والله صبر في رمضان وعلاش ما تكونش كيفي خويا صبر في رمضان